من غلاكم كل خير من غلاكم، كل نجم يشع يضوي في سماكم. يا هلا والنور يسري في رباكم، جينا نسعى للأماني من غلاكم. كم وكم ذكرى بتجمعنا معاكم، في دروب الخير ما أبهى لقاكم. السلام احنا دائما نفاجئكم كذا بالسلام. كيف حالكم طيبين؟ ابو عبد الله انزك سلامة الله. شفت سبحان الله طارت الايام. امس مش نقول؟ نقول امس دخل رمضان. امس نقول رمضان جاء، ونقول كنا نقول ترى يبارك ونهنى وداعا يا رمضان. شوف سبحان الله ما بين كانها غمضت عين وانتبهتها والا نقول وداعا. يا ابو عبد الله تسمح لي قالوا تعالى يا الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون. ايش بعد؟ اياما معدودة. الملك يقول اياما معدودة، يعني تقدر تعد على اصابع، عد امي وامك وجدتي جدتك تعدها 10 20 30. لكن يا شيخ سليمان خلنا نتكلم عن ماده، ويعني ارى انها لابد نطرحها ونذكر احبابنا واخواننا، وهي شيء مشاهد يعني اخر هذا الشهر. اخر الشهر يعني شوف الان الناس ما شاء الله محافظين على الصلاة ومحافظين على السنن ومحافظين على القرآن وقراءة القرآن والصدقة ومبتعدين عن كثير من الحرام وصلة ودعاء وابتهال. يعني شوف ربما من بداية بعضهم يا شيخنا سليمان وشيخ خالد اللي هو هذا ربما يودع الأعمال الصالحة في ليلة العيد، ليلة العيد قبل نهارها. شلون يودع؟ ما فهم. يعني شفت العبادات والطاعات اللي كان دائما يحافظ عليها، من ليلة العيد تلقى صلاة الفجر بكرة خلاص. لا كأنه ينساها اللي كان يصليها كل ليلة، وكان الصلاة يصلي قيام ثم يعجز عن ركعة واحدة. فإن ودنا نحث الإخوان، نحث أنفسنا كيف نستمر على الطاعة بعد رمضان. يعني هذه الدورة الإيمانية اللي دخلناها مدة شهر نبغى عندنا، طبعا مستحيل نكون على نفس الحال، مستحيل يعني مثل ما نكون في رمضان يا ليت، لكن على قول ما نكون في أردى. يعني نحاول أن نتعلم من هذه الدورة الإيمانية أشياء كثيرة نستطيع بها أن نكون أقرب إلى الله تعالى. وهذا ترى يعني أهل العلم ذكروا مسألة، يعني الآن أنا صمت والمشاهدين كل واحد منا يتمنى أن يرى أثر صيامه، تقبل منها الصيام أو لا. يعني الآن اللي يدرس في الجامعة يتمنى أنه يعني يشوف أثر دراسته وامتحاناته، والزارع إذا زرع يتمنى يرى أثر بذرة وكذا، والعامل وكذلك الذي يعمل هالطاعات يتمنى. أهل العلم شيخ سليمان ذكروا مسألة وقاعدة قعدوها كذا بسيطة بحيث أنك تعرف تقبل منك العمل أو لا. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه والذين اهتدوا زادهم هدى، الأصل زيادة، وآتاهم تقواهم. وجاء في الأثر أن الحسنات تقول أختي أختي أختي، والسيئات تقول أختي أختي. في الحقيقة لما تشوف يعني اتباع فلما تشوف الحسنة فلما تشوف نفسك ان شاء الله نقبلت وتغيرت حالك عما كنت، فهذه باذن الله علامه قبول باذن الله. واذا شفت انك ودعت الدنيا ودعت المساجد ودعت الخير فهذه والله انها من علامات الخذلان. انا ابو عبد الله ابو عزيز، يعني الله سبحانه وتعالى جعل لهذا العبد لهذا للمؤمنين المسلمين ولهذه الامه مواسم للتزود وللتقوى على طاعه الله سبحانه وتعالى. والمواسم هذه يخرج منها العبد أقوى من السابق، فإذا خرج أضعف من السابق معناه أنه ما استفاد. يعني بعطيك مثال الآن، لو سوينا واحد أبو عبد الله وعبد العزيز سوينا لك دورة إنجليزي شهر كامل 24 ساعة ندرس إنجليزي، بعدين نسألك what's your name تقول I don't know، تقول هذا الدلخ صح؟ مع احترامي للدلخين قعد شهر كامل ولا عرفت ولا شيء، معناته أنه ما أفهم دلاخة صح؟ لا كذلك الطاعات. أنت الآن موسم كامل شهر كامل وأنت ما بين صيام وقيام وقراءة قرآن وذكر ونفقة وصدقة وغض عن الحرام، ثم تخرج ولا شيء. هذا ما هو لا بلاش عبد الله، يعني هذا يعني ما يمكن يكون مقبول، يعني عرفت كيف؟ فلذلك أنا أقول هذا الشهر للتقوي. مثل واحد الآن يعبي سيارة، يوقف محطة ويعبي سيارته ويعني يغير الزيت ويكشف على الكفرات،
يفترض انه يمشي مسافه طويله ولا يتعطل؟ لا يمشي مسافه طويله. يمشي مسافه طويله. كذلك نحن الان نتقوى ننظر هل تحققت فينا التقوى ام لا. طيب يا شيخ خالد سؤال فعلا، هل او شيخ سليمان اللي يعتذر انه يعني ربما يتكلم، هل يعني فرضنا الصيام فقط في رمضان، هل سؤال القيام بس في رمضان، صلاه الليل في رمضان، هل الصدقه في رمضان؟ هلا انا بجيبها لك بطريقه ثانيه ابو عبد الله. هل الرب الذي اكرمنا بهذا الموسم في رمضان فقط ولا على طول السنه؟ رب رمضان او رب الشهور؟ رب كريم سبحانه وتعالى. لا خطبه العيد يقول رب الشهور واحد، الشيخ والد الشيخ الله يغفر انا سامعه بذاعه المجد قناه المجد، رب الشهور واحد. اللي اقصد انا هذا الرب الكريم العظيم الرحيم جعل هذا الموسم وجعل اجور ضخمه، ايضا جعل لنا اجور اخرى ضخمه في طوال السنه. صح، يعني الاجور لا تنقطع في 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 يعني ابو عبد الله هو الاخوان ابو عبد العزيز والاخوه، لماذا يكون الناس عندهم حافز في رمضان؟ لان البيئه مهيئة، البيئه والاجور المحفزه. نعم، هل الاجور المحفزه هذه تنقطع ولا ما تنقطع؟ مستمره. الله سبحانه وتعالى جعل لنا اجور ضخمه في كل وقت وكل في شيء. لذلك قال صلى الله عليه وسلم ماذا بعد رمضان؟ ايوه ماذا يعني واحد يسال الان انت 29 بكره خلاص جاء العيد الليله رؤيه الهلال، هل هناك بعد رمضان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يشجع امته الخير والعمل بعد رمضان فيما كانوا يعملون من الصيام. قال من صام رمضان حديث ابي قتاده قال صلى الله عليه وسلم ابي قتاده رضي الله عنه القاسم صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم اتبعه سته من شوال كان كمن صام الدهر. الله اكبر. هذا مش معناتها؟ معناته محفز. ولذلك حتى سالت ابن عثيمين الله يرحمه عشان بعض الاخوه اللي يعرفون احكام الشرعيه. معنى كانه صام الدهر لازم يوضح للناس. تفضل يا عبد الله. تفضل. لا تفضل انت. الدهر مقصود بالسنة. اي نعم. الان الشهر الحسن بعشر امثاله. امثاله صح ولا لا؟ الشهر كم؟ 30 يوم. بعشر اشهر. 300 يوم. بعشرة اشهر. اي عشرة اشهر. وست ايام. اي نعم. بعشر امثالها. اي نعم. اليوم عن كم؟ عن شهر. اليوم عن كم يا عبد العزيز؟ عن 10 ايام. شو فيك متنح؟ لا لا متنح انا اي والله عشان معسر. ركز ركز معك. اليوم عن كم؟ عن يوم عن دايخ عن 10 ايام. 10 ايام صح. و6 ايام 6 في 10 كم؟ 60. يعني شهرين. ايوه. اذا 10 اشهر مع شهرين كانوا صام سنه كامله. ايوه بذلك حديث ابي قتاده وابلغ اخواننا لان بعض الاخوه والاخوات يجون يسمونه 6 شوال. ابن عثيمين يقول سالته انا قلت شيخ هل انويها من 3 ايام كل شهر؟ قال نعم. قلت هل اصوم الست وانويها من 3 ايام بيض؟ قال نعم، لان تقول عائشه كان صلى الله عليه وسلم يصوم 3 ايام من كل شهر، لا يبالي صامه من اوله او اوسطه او اخره. يا سلام. انا صمت 6 شوال انويها حتى من الست ذي اني صمت 3 ايام اللي هي البيض 13 14 15. وهذا دليل شيخ شوف من هذا حكم شرعي افيد الناس فيه من تعزيمين. قال 6 من شوال ما قال من اول شوال. اي لما بعض الناس زي ما ذكرت بعض انا دخلت بنك من البنوك ينكر عليك الاسلاميه فرايت شابا في مبتدأ العمر يمكن 20 19 21 فيوم شاف نتقهوى نتقهوى مدير البنك والموظفين يتقهون وانا جزء يوم كم يا عبد العزيز؟ الظاهر الرابع شوال الرابع شوال اما خالة الدهنة او خامس فيوم طلعت يعني ضايق صدره وفهر الوجه وزعلان ويسلم عليه بثقل قال يا شيخ سليمان للاسف تشوف المنكر ولا تنكر قلت اي منكر لا لا هذا جاحد مو بصح اي منكر قال ست شوال ولا يصومون وقعد يتقهون تقول لهم شيء قلت له سنه ولا واجب؟ قال لا سنه قلت السنة تفرق تلزم على الناس قال بس ولو يا أخي سنة متبعة قلت الله يجزاك خير لا تخلط بين السنة والواجب قال صلى الله عليه وسلم حديث طويل عندما جاءه رجل قال رسول الله رأيت إن شئت إلى الله وصمت رمضان حججت البيت الأخ كان خمسة أدخل الجنة قال نعم رسول الله وسلم عندما تولى قال صدق إن صدق من سره أن يرى رجل من الجنة فلينظر إلى هو دق عد عليه أركان خمس قلت له الشعب فأنت لا تدخل لا تشدد صيام الست سنة يمكن يصوم من وسط شوال من اي نعم شوال. وبعدين في مهمه في رمضان ايش كنا نسوي ابو عبد الله في الليل؟ يقوم الليل تراويح نعم غير رمضان في تراويح؟ نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيه. اتاني جبريل حلو وقال يا محمد عش ما شئت فانك ميت واحبب من شئت فانك مفارق حلو واعمل ما شئت فانك مجزي به حلو. واعلم ان شرف المؤمن قيام الليل قيام الليل قيام الليل رمضان. وعزه استغناء وكذلك في قيام الليل في كل ليلة الله سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليق به في كل ليلة ليس في رمضان الأخير. ويقول هل من داع فاستجيبه فنعود ونقول يعني فعلا الآن ليس القيام في رمضان ولا الصيام ذكرنا صيام ست من شوال
وصيام ثلاثة أيام كل شهر وصيام يوم تاسوعة وعاشوراء ويوم عرفة وصيام الاثنين والخميس. فالحمد لله الحمد لله فضل الله واسع. فلذلك لا ننقض الغزل يعني الآن يا شيخ خالد، الآن لو بنيت أنا بنيان وجمعت رواتبي وأخذت سلف وأخذت كذا ثم بنيت لبيت ثم أثثت يوم انتهى جبت آلات الهدم ومعاو الهدم وجعلت قاعا صفصفا لا ترى فيه عوجا ولا أمت. وش قال لك هذا؟ مجنون. وذلك سمعت ضرب لنا مثل قال ولا تكون كالتي نقضت غزلها، قاعدة تغزل تغزل يوم انتهت من الغزل جت نقضته فجأة. إيش؟ ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فأنت مثل لا تفرط في أعمالك الصالحة، لا تفرط بما فعلت، اجعلها إن شاء الله بداية كل خير. وأعظم ما نذكر بأحبابنا وإخواننا ومشاهدين خلفنا أن الإنسان ما يدري يبلغ رمضان آخر أو لا. كثير نعم. كثير ما بلغ. يعني كم أناس رمضان الذي مضى كانوا قبل رمضان معنا وينهم الآن؟ فالآن نقول يا ناس الآن ترى الشيطان حريص أنه يبدد هالحسنات يبدد هالخير. فنجعل هالأيام المقبلة لنا أيام خير وأيام إن شاء الله زيادة في الطاعة وزيادة في الأمن. ضرب واحد من الأخوة مثال جميل جدا. إيش المثال هذا؟ خلك معي معاك والله بس إيش المثال هذا؟ قال رمضان الإنسان إذا دخل رمضان قال مثل التريلة اللي محملة أثقال ما شاء الله عرفت كيف؟ عاد راعي خدود من أول يدخل ببطء عرفت كيف؟ فإذا دخل رمضان دخلت التريلة هذه المكان بدأت تنزل حمولتها الله تغفر الذنوب عرفت كيف؟ إذا انطلقت في الخط شو يصير أبو عبد العزيز؟ سريعة صح ولا لا؟ نزل الرأس الحالي. كذلك المؤمن إذا دخل رمضان تلقاه يتخفف الله من الذنوب الله وينطلق سريع. هذا أكيد اللي ينطلق المساجد، ينطلق إلى قراءة القرآن، ينطلق إلى النفقة، إلى قيام الليل. نريد هذا التخفف وهذه السرعة تستمر بعد رمضان. خفت. ما نريد الحمولة ترجع بعد رمضان. إي والله. عرفت كيف؟ هذه مهمة جدا حقيقة. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم من رحمته بأمتي أبو عبد الله أن الله جعلهم يعني الرسول كان يهتم بالضعيف اللي بالقوي. الضعيف. بالضعيف. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي الضعيف. ابن عمر كان يصوم كل يصوم يوم يفطر يوم صح؟ نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر ثلاثة أيام من كل شهر. صح؟ نعم. قال استطيع أكثر من ذلك؟ قال رسول الله خميس واثنين. قال استطيع أكثر من ذلك؟ قال صوم يوم ونفطر يوم. أنت معي؟ فجعل أول شيء. داود. أي. وذلك افضل صيام قال استطيع افضل من ذلك قال لا ايوه فالشاهد شو انه حط النصاب ثلاثة ايام من كل شهر ثم الوتر وش قال نعم اوتر قبلنا ان اوتر قبلنا وش اوتر قالوا ركعه واحده حديث ابي الدرداء وابي هريره وابو ذر الغفاري كل ثلاثة ايام من كل شهر وركعتي ايش الضحى فجعل من النهار عمل ومن الليل عمل ومن الصيام صلى الله عليه وسلم يهتم بالضعيف فحنا الان اقل قليل لا يفوت الحديث ابا ذر وابا هريره وابو الدرداء هذا اقل شيء انك استطعت والا ما تلزم هذه سنن لكن مثل ما قال الشيخ خالد ان هذه النوافل ترقع ايش النقص بالفرائض اي في الحديث الصحيح يوم القيامه عندما ياتي الله يحاسب عن الصلاه يحاسب عنها فيقول انظر لعبد من ايش من نوافل هل من عبد هل عنده هل عبد من تطوع ليش لان هذا التطوع ذا يرجع لك الصيام صرت تقصير عندك فصمت ثلاثة ايام من كل شهر رجع لك الله اكبر الصلاه مثل جيت وكبرت ولك والله صلي بحي منفوحه ولك ماسكن حق الطريق الدائري وهذا يحصل دائم صح فيجي الصلاه ترجع النوافل ركعتي الضحى السن الرواتبه قيام الليل الشاهد ان المسلم في طبيعته الغفله قال الله تعالى بسم الله الرحيم اقترب للناس حسابهم ايش؟ هم في غفلة هذا الاصل في الناس فانا ايش اسوي؟ رمضان صرت ذاكر جاني الان بعد رمضان ماذا بعد رمضان؟ احاول اذكر نفسي واذكر من حولي ولا احنا بشر نختفي الامر الثاني يا ابو عبد الله والاخوه المشاهدين والمشاهدات قليل دائم خير من كثير منقطع ولا تكون كلمة من بث يعني انت يعني لو تضع لك برامج يعني بسيطه على يعني صلاه الضحى لا تنساها وقتها طويل متى ما كان عندك وقتها طويل وقت ما يدري انا كم باقي متى ما كان عندك فرصة تصلي الأذكار لا تنسى الأذكار يا سلام قراءة القرآن الآن فرصة في السيارة الله الواحد في السيارة راجع حفظك بس حفظك يكفي يا في سلام. القرآن يا سلام واحفظ لك آية والله أنا يمكن ما يعني أحلف ولا أستحى حانثا ولكن لن يعني أعرض بس يعني باقي وقت أو أحلف أقول وبعد عز لا الوقت انا اخاف اننا زي تو وانا والله ضيعت الحين لا معليش لا تم بس واحد عشان بالوقت الى الان المهم خلينا ترى ضيعت اللي بقول اي لما حد لا لا انت تقول لو انا اقول يعني انه الواحد يستغل وقته في السياره ابو عبد العزيز قراءه القران ممكن يراجع حفظه يراجع يعني يحفظ ايه ايتين
مع الوقت سيجد أنه قد حفظ القرآن. الله لا أقول جزء كبير بل حفظ القرآن. أريك حرص الأمهات، الأمهات الكبار على الطاعة. كنت مرة طالع مع الوالد وركبنا في السيارة ماشي وياها وديها مشوار، فقلت لها يمه اقرأ قل الله أحد. حلو. قالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، قل والله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من هي؟ الوالدة. أمه. قلت يمه تصدقين الآن أنك قرأتي تلت القرآن؟ قالت شلون وليدي؟ قلت الله سلم مرة قال الصحابة احشدوا فإني ساق عليكم تلت القرآن، فحشدوا على الجمع فقرأ قل الله أحد، فقال رسول الله زعمت أنك ستقرأ على تلت القرآن؟ قال والذي نفسي بيده إنا تعد تلت القرآن. قلت ما شاء الله يا وليدي، طيب لو أكمل ثلاث مرات؟ قلت تكملين القرآن كامل. بسم الله الرحمن الرحيم، قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قلت له يا ثلاث، قلت الآن يمه كتب لك القرآن. صدق أبو عبد الله مشوار مشوار مثل تقول من بريدة العنيزة عندنا أو من الرياض عندكم الخرج، يعني 20 دقيقة. 20 دقيقة. الوالدة صارت تستمر لين ما وصلت وهي تقرأ. قلت يمه ما شاء الله عليك، قالت يا وليدي كم كتب لي الحين مرات؟ فضل الله واسع. مو سهل. لذلك هذا لا قليل دائم. قليل دائم. ايوه. خير من كثير. يا سلام عليك. منقطع. لذلك في الحديث الصحيح في صحيح مسلم لما جاء احد الصحابه قال يعني يسال النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل كبير في السن يعني كثرت عليه شرائع الاسلام، كثر عليه الاعمال، ماذا اعمل؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا يزال لسانك رطبا. يا سلام. يعني بس سبح حلل. سبح حلل كبر. طيب نختم يا اخواننا، اختم حقه الحمودي سبح تربح سبح. نختم ونقول الان نسارع والخيرات امامنا ونسابق ونجتهد ونحافظ اعمالنا. هذا يعني مختصر كلامنا، نقول الاعمال التي عليها لا نبددها. هذا منكم وإليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام عليكم. من غلاكم من غلاكم كل خير، من غلاكم كل نجم يشع يضوي في سماكم. يا هلا والنور يسري في رباكم. جينا نسعى للاماني من غلاكم. كم وكم ذكرى بتجمعنا معاكم. في دروب الخير ما أبهى لكم.